السلام عليكم. الحلقة النهاردة حلقة للأطفال، حلقة للأطفال. منشن لكل طفل عندك في العيلة وشير لكل طفل عشان طفل أطفال أولا النهاردة الحلقة خاصة بالأطفال عشان نديهم درس توعية. تابعوا الحلقة لحد الآخر. لازم تعملي دايت. لا مش هعمل دايت. لازم تعملي دايت. لا مش هعمل دايت. لا مفيش مياه غازية. لا بحب اكل البيبسي وشيبسي وغيرها. مفيش. لا مش هعمل دايت خلاص، انا مش بحب الدايت، مش باكل الحاجات دي اللي انا بحبها. ما ينفعش يا حبيبتي، ما ينفعش. مش هعمل دايت، قلت لماما مش هعمل دايت خلاص واخدت القرار. ينفع كده يا جماعة؟ مفيش دايت وهتعملي دايت بتاعك وهتمشي. لا هديك قطعة شوكولاتة. لا ما قطعة تعمل ايه بيها القطعة دي؟ اه دي انا بحطها صوص فوق الكيكة. لا خلي بالك لازم نعمل دايت يا جماعة، شجعوها تعمل دايت. لا انا لما باجي بعمل دايت ماما وبابا واخواتي بقعد يجيبوا بيتزا ويجيبوا حاجات كتير اقعد اكلهم، وانا بقعد اتفرج عليهم مش باكل معاهم حاجة، وانا اعصابي بتتعب ونفسيتي بتتدمر. لا هاتيلي بابا وماما، هجيلي بابا وماما. مش بيعملوا دايت. لا لازم يعملوا دايت. مش هيعمل. لا لازم يعملوا دايت. مش هنعمل دايت، وهاكل بقى تحت براحتي وهاكل حاجات كتير براحتي، وهتشوف ومش هعمل دايت. هتتخني. انا ينفع كده يا جماعه؟ ينفع؟ لا انتوا تعالوا معانا احضرونا. ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ لو ينفع قولوا لي ينفع. لا احنا النهارده مش هنطلع من الفيديو ده الا لما نقنع الطفله الجميله اللي بتتكلم من ورا الكاميرا انها تعمل دايت. قربي شويه بس عشان الناس يسمعوكي. بس ماما انت قلت لي يا فاسي واجيب لك مش عارفه لعبه جديده ومش عارفه، انا مش عايزه العب، انا عايزه اكل، انا عايزه شوكولاته وعايزه حاجات حلوه كتير، مش عايزه العب، انا خلاص كبرت اللعبه مش عايزه العب. انت كام سنه؟ ما لازم تعملي دايت. انت دلوقتي طولك كام؟ ما تعرفيش طولك كام. انا قيسته طولك 90 سم. وزنك كام بقى؟ مش فاكره. لا فاكره كويس. لا مش فاكره. لا فاكره كويس. انا لازم تعملي دايت. كلهم لازم نعمل. ما هنخس ازاي؟ ما تعمليش دايت تبقى صاحبي وحبيبي، لكن تقولي اعملي دايت تبقى دكتور وحش. ما انت هتتخني. انا خلاص. طب اقول لك على حاجه، تعالي كده نتصاحب ونعرف ان الدايت ده اسلوب عشان بيتابعنا اطفال كتير، اطفال كتير بتتابعنا. افكر في الموضوع ده وبعدين. لا الاطفال لازم تحضر دلوقتي وتسمعك عشان تقولي لهم انت هتبداي دايت. ها هتمشي بالتوست السن او العيش البلدي؟ ان شاء الله عيش فينو باذن الله كده وربنا يسهل الحيل. ماشي يا جماعه، هناخده يعني مش عارف اقول لكم ايه، حلقه تانية اخرى انتظروا المفاجاه الكبيره.